مشروع سيارات الأجر ذاتية القيادة تم إطلاقه بالتعاون مع مركز النقل المتكامل تابع لدائرة البلديات والنقل، وهو يعتبر المشروع الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويضع إمارة أبو ظبي في مصاف المدن الأولى عالمياً لتبني منظومة سيارات ذاتية القيادة. تتميز هذه المركبة بعدة عوامل، أولها طبعاً سيارة كهربائية مصادقة للبيئة، ثانياً مجموعة المستشعرات للتعرف على محيط السيارة، ثالثاً منظومة ذكاء اصطناعي تساهم في قيادة السيارة بشكل مباشر وبدون تدخل بشري. المرحلة الأولى عبارة عن 5 سيارات أجرة تتنقل في 9 مواقع حيوية سياحية في جزيرة ياس. المرحلة الثانية إن شاء الله بيكون فيها توسع جغرافي لتشمل مناطق أخرى من إمارة أبو ظبي. أما المرحلة الثالثة بيكون فيها أيضا توسع جغرافي بالإضافة إلى توسع في الإمكانيات والقدرات لتشمل مركبات النقل العام ومركبات ذاتية القيادة في المجال الصناعي والموانئ والمطارات إن شاء الله.